أهلا بكم. يظل حب الأم هو الحب الأكثر صدقاً، أكثر استحقاقاً للدراسة، الأغرب، الأجمل. يعني الأم بتعمل حاجات لأولادها غريبة جداً جداً، جميلة وعظيمة جداً. لكن خليني أقول لكم إنه كتير من البنات دلوقتي بتعاني من المشاكل في التبويض، من ضمنها التكيس المبيض، من ضمنها مخزون المبيض. على فكرة يعني مثلاً الناس اللي عندها مشاكل في جودة البويض، جودة وكمان مخزون المبيض، القصة دي لو انه في حاجات لازم الست تعملها عشان تحافظ على المبيض بتاعها، يعني في عوامل معينة او اشياء عامة ده لازم تنصح بها اي بنت عشان تحافظ على مخزون مبيضها وعلى جودة بويضتها. حاجات دي من ضمنها اول حاجات تجنب التدخين، ارجوكي تجنب التدخين، ده يأثر جدا على مخزون وجودة البويضات. قلل الاجهاد، الست مش مؤهلة لإجهاد عنيف. البنات اللي هم طلعت شوية كده حاجة اسمها independent strong woman، حاجة اسمها المرأة القوية التي يعني ليه مش يعني متشنجة أوي كده بجد، يعني ليه؟ المرأة مش مؤهلة لكده. المرأة لازم تبقى هادية وجميلة وتقعد في البيت أكتر ما بتخرج بره البيت. يعني المرأة طبيعة تكوينها كده. الكلام ده ممكن يزعل ناس مني بس هي دي الحقيقة، هي فيسيولوجيا ما تقدرش تكون غير كده. ولما بتبقى غير كده بتحاول تكون غيرها بتدفع ثمن غالي، تكبر وبتعجز وبشرتها بتبقى مش كويسه وشعرها بيتاثر والبويضات بتقل وفرص انجابها بتقل وهرمون الانوثه بتتاثر وهرمون الذكوره بيعلى. التوتر والحاجات دي بيعمل خلل، الست ما تقدرش اوفر كام ات. ولذلك الست، واحد يقول لي ايه ده الست تكتب في السي في بتشتغل تحت ضغوط نفسيه عنيفه، اقول له لا، الست مش المفروض انها تشتغل، احنا اللي المفروض نشتغل تحت ضغوط نفسيه عنيفه. عشان كده ما بنلاقيش ستات يعني في شغل معين ما بيبدعوش فيه، لان هم بيحبوا هم يشتغلوا في حاجات الروقان، حاجات اللي فيها ذوق، ما احنا نعرفش نشتغل احنا لعلمكم، هم يشتغلوا احسن مننا كتير قوي، الحاجات اللي فيها روقان وذوق والتنسيق ومش عارف ايه والظهور والديكور وفي برانشات الطب اللي عايزه ايه روقان. لكن الاسترس بتاعنا ده حقيقي. طبعا في ناس تقول لي لا انت رجل في مجتمع ذكوري بتقول هذا الكلام، ده كلام علمي. كمان قللي الطعام الغير صحي، الست تتاثر جدا وبيضاتها تتاثر لو كلت اكل مش صحي، فاست فود والحاجات اللي فيها هرمونات. كمان حافظي على وزنك، ارجوك حافظي على وزنك. النهارده بنتكلم في منطقة مهمة اسمها جودة ومخزون مخزون المبيض في الأساس. أكيد همر على جودة المبيض، بس مخزون المبيض ده كلمة مهمة جدا وتقيلة ولازم نفهمها بالتفصيل، وخصوصا إن في عنوان دلوقتي بيفرض نفسه بقوة. ليه بنات في سن صغير بتيجي يقولوا لها مخزون المبيض بتاعك راح؟ خلاص الـ AMH بتاعك وصل لمستويات متدنية، ما ينفعش معاها خلفة. ليه؟ ده سؤال مهم جدا هسأله ضيفي العزيز في وسط كلامنا. ضيفي العزيز بيبدعني، بيمتع ويبدع دائما في حواره، وبيمتعني جدا بأسلوبه العلمي الدقيق وفي نفس الوقت السلس، ودي معادلة مهمة جدا في الإعلام إن احنا نطرح العلم الغزير وفي نفس الوقت سلاسة العرض. ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الجراح الحقن المجهري وجراحات المناظير النسائية بمراكز رويال. أهلا بك يا دكتور، يعني سعيد جدا جدا بهذه الزيارة. وانا سعيد اكتر يا دكتور ايمن، وتشرفت بالتواجد مع حضرتك ومع مشاهدينا. وطبعا لحضرتك الموضوع اللي بتطرحه مهم جدا لان احنا عدنا بنشوفه كتير. زي ما حضرتك بتقول احنا عدنا بنشوف بنات سنها صغير وجايرنا بمخزون قليل جدا. هي عاوزة تفهم الاول ازاي، يعني هو ايه مخزون المبيض ده، طب اشخصه ازاي، اعرف طرق تشخيصه، هل تشخيصه بالسونار بس ولا في تشخيص معملي كمان جنب السونار ده، طب هل ليها علاج ولا لا. يعني هي عاوزه حضرتك كدكتور جياله تسالها اخبار مخزون المبيض بتاعك ايه، وقالوا لي ان مخزوني ضعيف، تجاوب لها على الاسئله دي، وهل ليها امل في الخلفه ولا لا، اللي هو اهم شيء، اهم سؤال جاي تساله لك. ايه اهميه مخزون المبيض؟ مخزون المبيض مهم جدا لكل سيدة. يمكن زمان ما كانش عندنا اهتمام بالهرمونات وما كناش بنبص للهرمونات بطريقة واسعة شوية، دلوقتي لا، بقى السؤال الأول عندي لأي سيدة داخلالي فين تحاليل الهرمونات بتاعت حضرتك. ما هو ما ينفعش حضرتك، يعني أنا بلاقي سيدات كتير جايالي السنتر عندي
واخده تنشيط، واخده علاجات، واخده حاجات، كل شويه منشطات منشطات. طب حضرتك عملتي تحاليل هرمونات؟ لا. طب عرفتي منين ان عندك مشكله في التبويض؟ هم الدكاتره بيكتبوا لي منشطات. لا، البطاقه بتاعتك معايا هرموناتك الاول. زمان كنا بنبص المخزون المبيض بهرمونات بتطلع عندنا من حاجه هنا اسمها الغده النخاميه، كان في هرمونات بنبحث عنها وبنضطر ان احنا بنقول للمريضه لازم تعمليها تاني وتالت يوم البيريود، اللي هي هرمون الاف اس اتش والال اتش. مشكله الهرمونين دول ان كان فيهم فالسس كتير، يعني كان فيهم مشاكل ان المريضه لو واخده ادويه ممكن تتاثر وتاثر على نتيجه الهرمونات دي، ان انا مضطر اجيب المريضه في وقت معين من البيريود، فده بيصعب على بعض المرضى اللي عندهم اختلال في البيريود، البيريود بتاعتها مش مظبوط او ما بتجيش او عندها مشكله كبيره فيها. فكان الستات دول عندهم مشكله ان انا اشخصهم صح. طلع بقى تحليل احدث اللي حضرتك لسه كنت بتقول عليه دلوقتي من شويه، اللي هو الانتي موليريان هرمون اي ام اتش، الاي اللي هو الاختصار زي ما حضرتك قلت الاي ام اتش. له ميزه عن التحليل القديم، ميزه انه اكثر دقه، ده واحد. الميزه الثانيه انه بيتعمل في اي وقت، يعني السيده اللي جايه لي عندها البيريود ما عندهاش البيريود، ثاني يوم، ثالث يوم، عاشر يوم، جايه قبل البيريود مباشره، بيتعمل في اي وقت وما بيتاثرش باي حاجه. المريضه واخده منشطات، واخده علاجات، واخده اي حاجه، ما بيتاثرش باي حاجه، وبالتالي فده كان الدقه بتاعته أكتر بكتير من التحاليل القديمة اللي احنا كنا بنلجأ ليها لتشخيص ضعف المخزون أو مشكلة في مخزون المبيض. أنا بس عايزة أسأل على النسبة الطبيعية لمخزون المبيض عند كل ست إيه؟ ولا بيختلف حسب العمر والست نفسها؟ هو طبعا بيختلف، بس احنا لما جه زي ما قلت لحضرتك تحليل الـ AMH ده الأكثر دقة، وبالتالي هم حطوا رقم واحد، ده الرقم اللي هو الكات ليفل بتاعي. أقل من واحد يبقى السيدة دي عندها ضعف مخزون، أكتر من واحد يبقى السيدة دي مخزونها كويس. ساعات يبقى المخزون عالي شوية كمان، يبقى أكتر من ثلاثة، ده المرضى اللي عندهم حاجة اسمها تكيسات المبيضين، المخزون بيبقى عندهم زايد شوية لأن عندهم أنترافولكال كاونت أو مقدمات حويصلات مبدئية كتير. ودي صورة حضرتك لو شايفها، ده بيبين لي شكل المخزون الطبيعي للسيده. شايف حضرتك في الالترا ساوند هتلاقي المخزون الطبيعي السيده بيبقى عندها تقريبا في المبيض 5 لـ 6 بويضات تقريبا في كل مبيض، يعني تقريبا التوتال في المبيضين بيبقى في حدود 10 لـ 12 بويضه. لو حضرتك بصيت على الصوره بقى اللي جنبها، لا بص كده شويه، حاول تطلع لي بويضات فيها. لا مفيش اي عجبين. دي بقى المرضى اللي عندهم حاجه اسمها ضعف مخزون. يبقى هو مش التشخيص بس بالتحليل الهرموني اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه من شويه، لا، في تشخيص اخر مهم وكوبرتيف مع ده، يعني لازم الاثنين سوا، ما ينفعش اعتمد على التحليل وبس، لازم عيني تشوف. ده بالالترا ساوند او السونار المهبلي اللي احنا بنعمله، سواء بقى سونار 2D او 3D whatever، بس أنا هقيم عدد الحويصلات المبدئية في كل مبيض. ده شكله مبيض طبيعي لأن في عدد حويصلات تقريبا من 5 لـ 6 تقريبا في كل مبيض، التاني أنا تقريبا مش شايف فيه حويصلات، وهو ده المرضى اللي عندهم ضعف مخزون. عشان كده أنا بقول لهم المرضى اللي بيجوا لنا بالـ AMH تحليلهم قليل قوي، أنا مش هعتمد على التحليل بس، أنا هبص على حضراتكم بالألترا ساوند كمان عشان أعرف عدد الحويصلات المبدئيه عندكم قبل ما ابتدي اجراء زي الحقن المجهري، عشان اقول لكم هعرف اطلع منكم بويضات ولا لا، عشان اقول لكم لو طلعت بويضات هطلع تقريبا قد ايه. طب هل المرضى دول بنقول لهم يلا تعالوا ننشطكم الحقن المجهري على طول كده؟ لا، هندي لهم ادويه زي ما حضرتك لسه كنت بتتكلم من شويه، مش قصه ان اطلع بويضه او بويضتين لان هما مش هيطلعوا اكتر من كده في مخزونهم ده، انا عاوز اطلع بويضه جيده. المنشطات هل هي مظلومه؟ هل بتؤخذ بطريقه صحيحه في معظم الاحيان؟ تاثيرها على مخزون المبيض وتاثيرها على التبويض؟ احنا وضحنا اللي فيه سؤال مهم جدا يا دكتور ايمن. ليه بقى احنا بنتساله يوميا؟ تجي لنا بعض السيدات تقول لنا انا عماله
اخد منشطات وحضراتكم بنشطوني وانا عندي ضعف تبويض وبتنشطوني، هل تنشيطي ده هيأثر على مخزوني ويستهلك من مخزوني؟ هقول لها على عكس ما انت معتقده، لا مش هيأثر. انت اعتقادك انه هيأثر، لا مش هيأثر. ليه بقى مش هيأثر؟ احنا الطبيعي في كل دوره يا دكتور ايمن في بويضه بتنضج وبتوصل للنضج اللي ممكن يحصل فيها اخصاب او انقسام وتكمل لجنين او تنزل وينزل الدوره، وفي تقريبا من 20 ل 21 بويضه تانيين بيضمروا، بيحصلهم حاجه اسمها اتريزيا، كده كده هيحصل لهم في الدوره. طيب المريضه اللي نشطتها بدل ما كانت في بويضه واحده بتنضج في الدوره انا نشطتها فطلعت لها 3 4 بدل الاتريزيا ما كان هيحصل لل 20 21 هيبقى 17 هيحصل لهم اتريزيا، يبقى انا خدت من المخزون حاجه؟ هم نفس البويضات بس انا ايه خدت منهم اكثر، يعني نضجت منهم اكتر من بويضه. في الحقن المجهري لان المرضى بتخاف من طبعا الحقن، احنا بننشط بطرق اوسع شويه او التنشيط بيبقى اعلى شويه، فمش هطلع 3 4 ممكن اطلع 10 12. طب هل ده هيأثر على مخزونها؟ لا مش هيأثر على المخزون خالص، لانها برضه هطلع 10 12 ناضجين وهيحصل اتريزيا للباقي اللي هو نفس العدد اللي كان هيحصل من الاول. طب ايه بقى اللي ممكن يأثر على المخزون ويبقى مضر ليها؟ التدخل للمبيض دي المبايض سواء ده او ده بطريقه خاطئه. بمعنى سيده عندها كيس على المبيض وكتير بنشوفه، وده فرق برضه عشان الناس اللي بتسمعنا، في ناس بتخلط كتير يا دكتور ايمن ما بين الكيس والتكيسات. يعني في ناس عندها اعتقاد ان ده هو ده، لا تكيسات يعني بويضات كتيره صغيره ما بتوصلش للنضج. الكيس لا، ده بويضه ما انفجرتش او ما يعني ما حصلهاش اخصاب وكبرت عن حجمها الطبيعي، بدل ما توصل ل 18 20 بقت 30 32 ملي اللي هو يعني بالسنتيات 3 او 4 سنتي، فكبرت عن الطبيعي وعملت كيس. سواء ساعات بيبقى كيس ميه يعني جواه ميه، وساعات يبقى كيس دموي اللي هو جواه دم. الكيس ده في بعض الناس تقول للسيده دي تعالي ده اصل اعمل لك الم جامد تعالي مشيلهولك، ويتدخلوا جراحيا للمريضه دي ويجي يشيل الكيس ده يقوم ايه واخد جزء من المبيض معاه. اهو ده بقى ايه مانوفر خاطئ اثر على المريضه بالسلب. راح بدل ما زي ما بدل يقول في المثل بدل ما جيت كحلها تعميها، يعني انت جاي تساعدها عشان هي بتالم شويه حضرتك رحت ضيعت لها مخزون المبيض بتاعها. ليه؟ شلت لي جزء من المبيض ده، وبعد كده السيده جات لنا مخزون المبيض بتاعها وقع بقى، كان اللي هو ايه ام اتش فوق الواحد وكويس وزي الفل بقى اقل من واحد. وده يصدق عليه برضه ابو العريف، ابو العريف يجي يقول المعلومه يفتي. يجي عايز يفيد، هو من جواه عايز يفيد فعلا، بس هيعمل ايه؟ ما هو مش كل اللي عايز بيقدر يعمل. تعالوا نسمع ونشوف ابو العريف عايز يعمل فينا ايه النهارده. قول يا ابو العريف. شغلهم يشغلهم ايه ده؟ بيتكلم بجد يعني بيت المخدرات. على فكره احنا يعني بنقابل نماذج يعني احنا بنيجي هو بيتكلم في ناس بتجي لنا السنتر لكن الناس يعني بعضها يعني احنا نحطه عندك بدل ما احط عندك كيلو لحم نحط عندك شويه بيضه. في ناس بتجي لنا السنتر كده يعني في دماغها معتقدات غريبه جدا، وانت عشان تقنعها عشان تقنعها بالوضع ازاي تقول انا اجمد يعني احط الحاجه في الفريزر طب ومش هيحصل لها حاجه العيال مش هتتجمد يا ستي. لا ده مش الفكره، ده في التجميد ده له تقنيات وبيتجمد تحت في سائل اسمه النيتروجين، حاجه قصه خالص غير اللي حضرتك متخيلها، غير تجميد اللحمه والفراخ ده. هو شوف الابداع، قال لك بس نحطه في حته. لا 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 ولا ولا ومذاكر يعني عنده الالترنتيفز كمان يعني عنده البدايل يعني يقول لك انت اسال كده الفراخ واللحم حطيهم عند الجارتك ولو ما لقيتهاش روحي عند جارتك. والله يعني انا ببقى سعيد بالتواجد مع حضرتك يا دكتور ايمن ومع المشاهدين، ويا رب هم يكونوا بيستفادوا من الكلام اللي احنا بنقوله، بالذات عيانين ضعف المخزون دول احنا بنقابلهم كتير وبيبقوا فاقدين الامل جدا. احنا بنتمنى ان احنا نكون دافع امل ليهم ان ربنا يرزقهم. يعني يمكن انا يحضرني
كان مريضة عندي تأخرة بقالها 19 سنة وحاولت كل مرة بتحاول مش عارفة تطلع بويضات تحاول مش عارفة تطلع بويضات. احنا مشينا معاها زي ما لسه كنا بنقول ادينها أدوية لتحسين الجودة، مشينا معاها ببروتوكول المناسب ليها، ما هو برضو دول لهم بروتوكول مناسب اللي هو بروتوكول القصير ده بيبقى أكثر مناسبة للمرضى دول. جمعنا لها على أكتر من دورة لحد ما قدرنا نحصل من الدورتين اللي جمعناهم لها على جنينين وزرعناهم جوه الرحم، وربنا أراد أن يكرمها بتاعه. نشوف اللي كانت بتتمنى الخلفة ومش لاقياها، وبعض الناس سدوا في وشها الأمل وقالوا لها لا حضرتك روحي مالكيش أمل في الخلفة. لا، لما اجتهدت وأخدت بالأسباب وكانت مع ناس فاهمة في الموضوع وبتحضرها تحضير صح، ربنا أراد ووفق. فاحنا بنقول الحالات دي اهم شيء فيها التحضير الجيد، زي ما دايما يعني في مثل بنقوله اهم من العمل ايه؟ ضبط العمل. دي دينا اللي قلتها زمان. اهم من العمل ضبط العمل. وزي ما قلت لكم اذا صح اللجوء اذهلك العطاء. يعني فعلا ضيف العزيز الاستاذ دكتور احمد عاصم المولى استشاري الحقل المجاري وجراحات المناظير النسائيه بمراكز رويال، نورتني واسعدتني. الله يخليك، خليكم دايما مع الناس الحلوه.